اهلا بحضراتكم مره تانيه. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره زي ما قلنا في البدايه. الطقس هيكون حار رطب نهارا على شمال البلاد وحتى القاهره الكبرى، شديد الحراره على جنوب البلاد، وبالليل الجو هيكون مائل الحراره على اغلب الانحاء ومعتدل الحراره ورطب على السواحل الشماليه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضرتك. يا اهلا بيك، اخبار الطقس ايه النهارده؟ طبعا زي ما حضرتك قلت كده، اليوم احنا اعلنا انه هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه. يمكن بالامس بالفعل شهدنا بدايه انخفاض طفيف في درجات الحراره بمعدل درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اليوم هيكون في انخفاض اخر ربما بمعدل درجه عن الامس. نقدر نقول ان النهارده هنسجل اقل درجه حراره على مدار الاسبوع ده كله، هتكون العظمى اليوم على القاهره 35 درجه مئويه، ودي بالفعل اقل درجه حراره هتسجلها القاهره على مدار هذا الاسبوع. يمكن بالامس سجلت القاهره ما بين ال 35 ل 36، لكن اليوم ممكن تسجل ما بين ال 35 ل 34 درجه، ودي بالفعل هتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. وطبعا زي ما هو معتاد كلما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية بتقل درجات الحرارة تدريجي، وكلما اتجهنا جنوبا بترتفع درجات الحرارة. لكن اليوم ايضا هذا الانخفاض هيمتد ويشمل حتى محافظات شمال وجنوب الصعيد. جميل. جنوب الصعيد اليوم متوقع انها تسجل درجات حراره عظمى في حدود ال 42 درجه مئويه بعد ما سجلت بالامس ما بين ال 44 و 45 درجه. هو انخفاض طفيف لكنه طبعا احسن او افضل حاله من اللي كنا بنشهده طبعا في شك. لكن بما ان حضرتك بتقول انه الانخفاض بتاع النهارده بيعتبر هو الاعلى في الاسبوع، احنا لسه النهارده يوم الاحد، فمعنى كده ان اللي جاي ارتفاع. بالتاكيد يمكن اليوم تحديدا كمان اللي هيشعرنا اكتر باعتدال الاجواء او انخفاض درجات الحراره هو وجود بعض السحب خلال ساعات الصباح، هنلاقيها على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية، بعض محافظات الوجه البحري، ممكن كمان أطراف السحب دي تمتد حتى مناطق من القاهرة الكبرى، دليل على اعتدال الأجواء طبعا مع وجود نشاط نسبي للرياح. كمان ده هيزود إحساسنا أو هيخفف شوية بارتفاع إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. لكن من بكرة هيبدأ في تغير طفيف مرة أخرى في مصادر الكتل الهوائية، وبالتالي من بكرة نقدر نعتبر أنه في بداية ارتفاع طفيف، مش ارتفاع قوي، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية. يعني لو سجلنا اليوم القاهرة 35 درجة مئوية، بكرة متوقع أن القاهرة تسجل ما بين 36 ل 37 درجة مئوية. مش هتفرق قوي بالفعل يعني لحد بكرة مش هتفرق قوي. هتكون اعلى من معدلاتها الطبيعيه شويه، مش هتكون يعني اعلى من معدلاتها قوي، هتكون اعلى من المعدلات شويه. المعدلات دايما بنقول بالنسبه للقاهره خلال التوقيت ده بتكون ما بين ال 33 ل 35 درجه مئويه، وبالتالي اي درجه حراره بيتم تسجيلها بالنسبه للقاهره فوق ال 35 دي بنعتبرها اعلى من المعدلات الطبيعيه، لكن بالتاكيد بتختلف عن ال 39 و 40 درجه طبعا اللي كنا بنسجلها الاسبوع اللي فات. هو زي ما قلنا ارتفاع طفيف وتدريجي، على نهايه الاسبوع متوقع ان العظمى على القاهره قد تصل الى 38 درجه مئويه، طبعا مع نسب الرطوبه المعتاد انها تكون مرتفعه خلال التوقيت ده، وبالتالي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره عن المقاسه بمعدل درجتين تقريبا سواء اليوم او حتى بقيه الاسبوع. يعني لو سجلنا النهارده 35 بيتم قياسها في محطات الرصد، دي طبعا بتكون درجة حرارة الهواء الجاف مع وجود نسب رطوبة هنشعر بيها كأنها صحيح. 36 أو 37. نهاية الأسبوع هيخلينا كمان نحس أكتر بارتفاع نسب الرطوبة، إن الرياح هتكون هادية شوية عن النهاردة، في هدوء في سرعات الرياح على نهاية الأسبوع وارتفاع في الحرارة عن اليوم، فهنشعر بال 38 اللي هيتم تسجيلها نهاية الأسبوع وكأنها 40 أو ممكن كمان 41 درجة مئوية. تمام. وهيكون ارتفاع على كافة مناطق الجمهورية، علشان جنوب الصعيد كمان تعود على نهاية الأسبوع ل 45 درجة. شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في غالبية المحافظات والمدن المصرية. هنبدأ من القاهرة، العظمى فيها 35 أما الصغرى ف 25. العاصمة الإدارية العظمى 35 والصغرى 25. اسكندرية العظمى 31 أما الصغرى ف 23. العالمين الجديدة العظمى 31 والصغرى
22. هنروح مطروح هنلاقي ان العظمى فيها 30 والصغرى 23. دمياط العظمى فيها 32 اما الصغرى في 24. بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25. اسماعيليه العظمى 36 والصغرى 24. السويس العظمى 36 والصغرى 24. العريش العظمى 33 والصغرى 22. كاترين العظمى فيها 32 اما الصغرى في 16. طابا العظمى 36 والصغرى 26. حلايب العظمى 34 والصغرى 29. شلاتين العظمى 38 والصغرى 28. شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30. الغردقه العظمى 39 والصغرى 30. لسه مكملين مع حضراتكم استعرضنا لدرجات الحراره في غالبيه المدن والمحافظات المصريه. الفيوم العظمى فيها 37 اما الصغرى في 24. بني سويف العظمى 37 والصغرى 24 ايضا. الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 25. اسيوط العظمى 38 والصغرى 25. سوهاج العظمى 39 والصغرى 26. انا العظمى 42 اما الصغرى فيها 28. الاقصر العظمى 42 والصغرى 29. اخر حاجه اسوان وهي اعلى درجه حراره معانا النهارده، العظمى فيها 43 اما الصغرى فيها 29. ده كان استعراض سريع لدرجات الحراره. مره تانية هنرجع لمحمد ومنى لاستكمال باقي الفقرات. شكرا ليك يا محمد.